حبايب قلبي سمسمة، لو حابين تعرفهم انا عملت كل التكات والحركات دي ازاي، كبدة بطريقة عز المنوفي بكل تكاتها وحركاتها، وايه هي الاسرار اللي عز المنوفي بيستعملها وكلنا عايزين نعرف ايه هي، يلا بينا نشوف كل التكات والحركات وهقول لكم على كل الاسرار اللي بيستخدمها علشان خاطر الكبدة بتاعته اللي مسمعة الدنيا كلها. يلا بينا نكمل الفيديو ونشوف كل التكات والحركات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا، هنعمل كبدة عز المنوفي بكل تكاتها وحركاتها وايه هي الاسرار اللي بيعملها يخلي الكبدة معانا تحفة جدا وبتعجب كل الناس. يلا بينا نشوف كل التكات والحركات. بس طبعا لو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل علشان توصل لك كل التكات والحركات وتحط السمسمة احلى لايك. تعالوا بينا نشوف معانا مقادير ايه، سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. يلا نقول بسم الله. معايا نص كيلو من الكبدة مقطعاها صغير او مقطعاها كده عصافيري، معايا بصلة كبيرة مقطعاها شرايح كده، وكمان معايا ثوم مفروم ناعم، معايا فلفل اخضر، معايا كمان بصلة صغيرة حط عليها يعني معلقة من الزيت وعليها كمان رشة من الفلفل، معايا معلقة من الخل، بهاراتي بقى اي بهارات انت بتحبي تستخدميها، انا حاطه هنا ملح فلفل كمون، معايا توم باودر بصل باودر، وكمان معايا بهارات من اللحمه حلوه جدا، ودي لو مش متوفره ممكن تحطي مرقه، بس انا بحب استخدم بصراحه بهارات اللحمه بتبقى حلوه جدا جدا وريحتها بتبقى مميزه، وزي ما قلت لك اي بهارات انت حابه تضيفيها ضيفيها في الوصفة دي بتبقى حلوة جدا جدا. يلا نقول بسم الله ونشوف الطريقة. حبايب قلبي، في طاسة على النار هبتدي ان انا احط معلقة كبيرة كده من الزيت، وطبعا اسيبها تسخن كويس جدا علشان خاطر الكبدة بتاعتنا ما تنزلش السوائل اللي فيها وتبقى طرية وجوسي وطعمها تحفة جدا. اول لما احس ان الزيت خلاص بقى معانا زي الفل كده وسخن هبتدي انزل بالكبده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا انا هفردها كده كويس علشان خاطر ما تبقاش كده فوق بعضيها وتبتدي ان هي تاخد الصدمه وتتشوح معانا وتبقى زي الفل. نحاول يا جماعه ان احنا ما نقلبش الكبده وهي في الزيت كتير لحد ما تبتدي ان هي تاخد لون كده او اللون بتاعها يتغير، وبعد كده نبتدي نقلب فيها زي ما احنا حابين. طبعا الخطوه دي مهمه جدا علشان ما تنزلش الميه اللي فيها، وزي ما قلت لكم هتبقى طريه كده وحلوه معاك. طبعا الكبده دي بصراحه او الوصفه بتاعت عز المنوفي دي احتار فيها كتير علشان يعرفوا السر، بس هو بصراحه السر في كذا خطوه احنا هنعملها مع بعض، ودي بتميز طعم الكبده بتخليها طعمها حلو جدا وريحتها مميزه عن كتير من الوصفات. طبعا في الوقت ده هي بدأت تغير اهي يا حبايبي، طبعا لسه ما ضفناش اي حاجه، بس بصراحه بريحتها بتبقى حلوه جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله بدأت تغير. في المرحله دي انا بقلب فيها كده. في الوقت ده حبايب قلبي انا هبتدي انزل بالثوم. انا نزلت بالثوم هقلب كده الكبده وهبتدي ان انا اوطي النار او اهدي النار بقى عليها، انا مش عايزاها تبتدي تستوي كده من اولها، انا عايزه اديها وقت كويس جدا كده بحيث ان هي يعني تشرب من كل الاضافات او تطعم من كل الاضافات اللي احنا هنحطها لها. زي ما احنا شايفين بسم الله ما شاء الله تحفه جدا ازاي، مفيش اسهل من كده. جبنا لك كبده عز المنوفي بكل تكاتها وحركاتها عندنا هنا في القناه، ويلا بينا نشوف كل التكات والحركات. بس طبعا ما تنسونيش في الدعوة الحلوة، وكمان تحطولي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان كل التكات والحركات توصل لكم اول باول. يلا بينا نكمل بقية التكات والحركات. حبايب قلبي انا في الوقت ده هبتدي اضيف البصلة اللي انا قلت لكم عليها، طبعا احنا دعكناها كده زي ما بنقول في المطبخ، دعكتها بفلفل اسود وكمان عليها كده معلقه من الزيت، وبدات ان انا بايدي كده ادعكها او بمعلقه حسب ما انت بتحبي، وهبتدي ان انا اقلبها كده. طبعا مش قادره اقول لكم مجرد ما انا نزلتها على الكبده كانت عامله ازاي، طعمها تحفه جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله
مفيش اجمل من كده. في الخطوه اللي بعد كده حبايب قلبي انا هبتدي انزل كده بالبصل اللي انا مقطعاه كده ترانشات او مقطعاه شرايح. انا نزلت بالبصل، هبتدي ان انا اقلب بقى كده. طبعا البصل لما بيكون في الكبده كتير بيديها طعم حلو جدا ومميز. هقلب كده بقى حبايب قلبي كل الكبده كده بسم الله ما شاء الله بالبصل. بصوا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله حلوه ازاي، وريحتها طبعا مش قادره اقول لكم غير لما تجربوا. بصراحه ريحتها وطعمها بيبقى مميز جدا. هبتدي ان انا اوسع كده في النص، وهنزل بالبهارات هحطها في النص هنا علشان خاطر البهارات تسخن وتطلع الريحه بتاعت البهارات كده وتبقى حلوه جدا. يلا نقول بسم الله كده ونحط البهارات كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين بسم الله ما شاء الله. السر هنا يا جماعه ان انا ما ضفتش البهارات في اول الوصفه. يعني لما بتبتدي الكبده احس ان هي داخله كده على سوا، وطبعا هي بتبقى سريعه وما بتاخدش وقت على النار، ببتدي ان انا اضيف كده البهارات وانزلهم يسخنهم زي ما بيقولوا علشان يطلعهم كل الروائح الجميله. وببتدي ان انا اقلب بقى. طبعا انا شامه الريحه، ريحتها تحفه جدا. هبتدي بقى ان انا اقلب كده. انا خلاص مجرد ما بشم ريحه البهارات او التوابل ببتدي ان انا اقلب الكبده كده بسم الله ما شاء الله تحفه جدا. يا سيدي يا سيدي على الجمال ده كله. طبعا انا كل ده ولسه ما حطيتش الفلفل الاخضر. انا حابه ان انا اضيف الفلفل الاخضر في الاخر خالص علشان يفضل محتفظ باللون بتاعه، وكمان يفضل محتفظ بقدر المستطاع يعني بنسبة يعني قرمشة حلوة كده بتبقى حلوة جدا في الكبدة. شايفين بسم الله ما شاء الله لونها وشكلها وريحتها تحفة جدا. في المرحلة دي يا حبايب قلبي هبتدي ان انا انزل بالفلفل الاخضر واقلب كده تقلبتين. زي ما قلت لكم انا مش عايزه اللون الاخضر بتاع الفلفل ده يروح كده، انا عاوزه احسه في الطعم وفي الشكل كمان. يعني شايفين بسم الله ما شاء الله الالوان تحفه جدا والريحه والطعم اكيد هيعجبوكم. بصوا بسم الله ما شاء الله شايفين اللون تحفه جدا وحاجه كده اللهم بارك ريحتها قلب الدنيا. طبعا زي ما قلت لكم لو حابين ان احنا كمان نضيف قرن شطه كده سبايسي او حراق يبقى تحفه جدا، بس طبعا علشان خاطر ولادي انا مش هضيف اي حاجات يعني تكون حاره كده او سبايسي كده. الكبده بتاعتنا حبايب قلبي خلاص بقت جاهزه على حبايب قلبي. في المرحله دي خلاص الكبده بتاعتنا جاهزه. هبتدي ان انا بقى اضيف معلقه كده واحده من الخل وهقلب كده تقلبتين اتنين بس، وبعد كده الكبدة هتبقى معانا جاهزة وزي الفل بسم الله ما شاء الله تحفة جدا. ازاي ما خدتش معانا وقت؟ سهلة وسريعة وبسيطة، ودي يعني سلسلة من الاكلات اللي احنا بنعملها اليومين دول تبقى سهلة وسريعة علشان خاطر رمضان على الابواب. لو في يعني ناس بتشتغل وحاجات من دي بتبقى مفيش قدامها وقت، بتعمل الاكلات السريعة دي وبتكون تحفة جدا بتعجبك وبتعجب ولادك. يلا بقى نشوفها في طبق التقديم ونشوف التكات والحركات. حبايب قلب سمسمة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين بسم الله ما شاء الله الكبدة تحفة ازاي، حاجة كده اللهم بارك. اللي وصل طبعا معايا في الفيديو للحتة دي ياريت كده نسبح ربنا ونحمده على كل شيء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. بصوا يا جماعة انا كنت يعني جبت قرن الفلفل ده لقيته عندي فقلت افتحه وزين بيه. انتوا طبعا عارفين ان انا بحب كل التكات والحركات ويبقى الوصفة سهلة وسريعة وكمان تبقى شكلها حلو. فلما فتحته بصراحة لقيت هي من بره حمراء، شايفين بسم الله ما شاء الله، او ملونة كده، ولقيت من جوه
زي جنين كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة كده سبحان الخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الشكل بصراحة شدني جدا، فقلت ان انا نكسب ثواب كمان في الوصفة وفي الفيديو، ونسبح ربنا ونحمده على كل شيء. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيا رب تكون الوصفة عجبتكم زي ما قلت لكم بطريقة عز المنوفي، بس طبعا فيها تكات من تكاتي. يا رب تكون الكبدة عجبتكم، وطبعا ما تنسونيش في الدعوة الحلوة، وإن شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمة.